نجدد لكم تحية، نذيع على حضراتكم الآن المؤتمرات الصحفية لعدد من الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد اليوم. نتابع. الوزراء على أساس أن احنا نعلن سعر الضمان للقطن المصري، طبعا تعرفين القطن المصري من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ويمكن اتخذت إجراءات في العام الماضي والعام اللي قبل الماضي، وطبعا كانت المساحة قلت في 2016، يمكن أقل مساحة تم زراعة قطن في مصر. العام الماضي زادت المساحة حوالي 90,000 فدان. عندنا المستهدف إن شاء الله هذا العام هنزرع حوالي 550,000 فدان. طبعا أنا ببص لمحصول القطن نظرا، طبعا عارفين أنتوا القيمة للقطن المصري، وأيضا ببص للقيمة المضافة اللي هتم استخراجها من القطن المصري زي الزيت وزي الكزب اللي بيدخل في مدخلات الأعلاف. فعملنا اجتماع أنا ومعالي وزير قطاع الأعمال، وعملنا راجعنا المدخلات بتاعت زراعة فدان القطن، حددنا سعر ضمان 2500 لأصناف القطن الإبلي و 2700 لأصناف القطن البحري. وطبعا يمكن احنا انتاجنا هذا العام القطن حوالي 1,180,000 انتار قطن ظهر، طلع منه حوالي 1.4 مليون انتار شعر. يمكن في صادرات وصلت واتفاقات لتصدير هذا القطن ل 85%، ولكن احنا بنبص للقطن نظرة تانية. يمكن حصلنا اجتماع انا والدكتور خالد بلوي، وبشكره على التعاون والتنسيق اللي تم معنا كوزارة الزراعة في محصول القطن، وطبعا اتفقنا على سعر الضمان. ولكن احنا بنبص للقطن بقى للمصانع التابعة لقطاع الاعمال، واعتقد الدكتور خالد ممكن يوضح لكم ايه اللي هيتم في المرحلة القادمة. اتفضل. مساء الخير جميعا. الحقيقة اعلان السعر قبل بداية الموسم ده بيتم بشكل يمكن أول مرة، وإحنا حريصين على أنه يبقى في دعم كامل لزراعة القطن كجزء من خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر. حالياً إحنا بنسعى إلى تطوير هذه الصناعة ووضعها على المسار الصحيح. تطوير الصناعة بيبتدي بزراعة القطن، لأن القطن المصري كما يعلم الجميع هو قطن يمكن من أجود أنواع القطن في العالم. هذه الزراعة زراعة متوطنة في مصر، بنسعى إلى تنمية هذه الزراعة بهدف تطوير صناعة الغزل والنسيج. وأنا أهدف دائما إلى أنه يتم تصدير منتج ذو قيمة مضافة عالية، وبالتالي تطوير صناعة الغزل والنسيج يحقق هذه القيمة المضافة من خلال أن إحنا بناخد القطن المصري وبنعمل عملية حلق لهذه الأقطان وغزل، وبالتالي نحقق القيمة المضافة. فإن شاء الله هذا السعر هو سعر حوالي 19% أعلى من السعر المعلن السنة السابقة، وده يعني يدل على الرغبة الحقيقية في دعم هذه الصناعة. والمستهدف من الكميات المنزرعة هيكون تقريبا أكثر من ضعف المساحة المنزرعة السنة الماضية، وده برضو بيؤكد على يعني التنسيق الكامل ما بين الوزارتين لدعم الزراعة ودعم صناعة الغزل والنسيج في مصر.